السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا من مواليد مدينة فاس، المسمى محمد هشام المكزاري. هذا الكلام هذا اللي بغيت نقوله، بغيت نهضر، كنهضر على الخطاب اللي جاء على يد وزير السياحة، اللي كان بالأسئلة من البرلمان لإدماج المرشدين الغير معتمدين في المغرب. لما خرج القانون وتم طرح الاستمارات، كان الاكتظاظ بزاف في المواقع الاجتماعية، هذا ماشي هو الإشكال، ولكن المشكل اللي هو مطروح، حنا كنطلبوا من السلطات باش يعرفوا شكون هما الناس اللي عاملين في القطاع، لحقاش طلبات ديال الترشيح كثرت بزاف، ولكن الوجهة الوحيدة والناس الوحيدين اللي هما عندهم خبرة ودراية بشكون هما الناس اللي عاملين في القطاع هي الفرق السياحية من طنجة للقويرة في المدن المغربية كلها، هما اللي كيعرفوا شكون هما الناس اللي عاملين في القطاع، ماشي يجيو الناس اللي هما اللي خصهم يستافدوا الحقيقيين، ويكون كما باك صاحبي كيقولوا بزاف ديال الناس ما عندهم حتى شي خبره ولا درايه بالقطاع. كاين الناس اللي عندهم 15 عام 20 عام 30 عام في القطاع، ولكن هما الناس المستفيدين الاولين. لحق السيد الوزير مهضر والبرلمانيين قالوا الناس العاملين في القطاع. دابا حنا كنطلبوا من الناس، من السلطات المحليه، باش يتم ربط الاتصال بالشرطة السياحية المدن المغربية، أي مدينة في المغرب عندها الشرطة السياحية، ومن غير الشرطة السياحية حتى شي واحد ما غادي يكون عنده مضمون الهضرة، كيفاش غادي يعرف شكون هما الناس العاملين في القطاع؟ هو هذا السؤال ديالنا، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش يكونوا عارفين حتى فالتأطير ديالهم. بزاف الناس عندهم الخبرة الميدانية ولكن ما عندهمش الخبرة مع القلم، باش يكون التأطير أكثر من الامتحان. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله.